Însuit Sabra Iar. Sabra Iar. Sabra Iar. أهلا وسهلا بكم في صبرا يا أيه مبروك يا شعب مبروك يا أخويا يا أخويا صحة وبالشفاء يا أخويا. هاكا ثم قال لك بانكا جابوها الاثنية باش تدعم الشركات الأهلية. والله بانكا كبيرة ما شاء الله رواه مشت لها لا مشت لها بدعم مشاريع الشركات الأهلية وتوت سويت راه توت سويت لا مش متاعك اللي جيب ورقة واسمع دوسيك ناقص وارجع الشهر الجاي واعطيني الضمانات لا لا توا تدخل ما تخرج كان فرحان خويا سبيسيالمون للشركات الأهلية رواه ايه لا مش راك نحي حساباتك وتدخل لا لا ثم الامور مضبوط تو عاد الفلوس باش تدز زاد الشركات الاهليه باش تهبط كل بطاطا تو اضرب اضرب تو اخوي الاهليه ورا الاهليه اخوي الفلوس موجود صح لهم برشلونه اخوي خل تحرك الامور اخوي خل تحرك الامور اش بينا هكا واقفين تو عادي تبدا راه ماشي في الكياس تقص عليك شركه اهليه تمشي القهوه في بلاصه ما تهبط اكسبريس تولي تهبط شركه اهليه تمشي الكوشه تلقاها فارغه والصف قدام شركه الاهليه لا ماشي الامور في الصنديره والتنميه التنميه تو والاقتصاد خويا باش نولوا تو نصدروا في الافكار بالبالي فكره عظيمه ياسر هذه في شركه الاهليه نحن من الاول خاطر من الاول ما نحبوش هكا شونجمون هكا وكذا ما فهمناهاش الهضره من الاول برجوليه شنو هي قلنا هذه شركات الاهليه ومصطلحها بتاع كان وقت اللي كان المترو تراب 15% حتى في وقتها في المجلس الوزاري كي قيس سعيد قال لهم سنقوم ببعث شركات اهليه الوزراء كل حلت الجوجل تلوج يعرفوا ايش الجوجل بيدو حل الديكسيونير يلوج على الشركه الاهليه يا هبط له مصطلح الجوجل ممكن ملي تحل ما سالوا عليه حد حاسيلو ان شاء الله خير ان شاء الله خير اجمعها كواتي هذه بانكا اولى منعت من تحت الزرسه والباقي تو يخلطوا خويا يا خويا جينا في شركه الاهليه ولا جينا في الحرب الماليه خويا كاو حتى عندي صاحبي مسؤول كبير في القباضي قلت خلينا نكلموا نسالوا على شركه الاهليه والفازات هذوما وكذا كلمته نلقاه يبحث في قطب مقاومه الفازات قلت له بربي شنو هي شركه الاهليه قال لي نبيدي راس مراني خوك مازلت ما فاهم شيء اما هاني نبحث في قطب مكافحه الفساد اكيد نلقى جميع الكبارات الكل غادي نسال نقول لك اخويا نسال نقول لك وليت كلمت زاد كلمت واحد واصل في الحملة التفسيرية متاع رئيس الجمهورية قلت له بربي اسمعني شنو هي هذه يا اخي حكاية الشركات الاهلية هكا والبنوك وكذا قال لي فازا هكا تدخل تحت اطار المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية التضامنية يعني شركات تعتمد مبادئ معينة منها علوية الانسان مقابل رأس المال احترام البيئة الحوكمة الرشيدة التسيير الديمقراطي داخل الشركة كل مساهم في رأس مال الشركة ما عنده كان صوت واحد في مجلس الادارة مهما كان عنده اسهم الربح يكون محدود يعني المربوح ياخذ منه الشركاء نسبه والباقي يمشي لخدمه المجتمع ولا المعتمديه اللي فيها الشركه هذه هي قال لي راه امور الشركات الاهليه بالنسبه لي انا بغير. قلت له توا سير هذه هي اثنيه ولا قال لي شوف بحكم خبرتي في تفسير مقولات رئيس الجمهوريه ما ثم شيء سير توا في الرقعه الارضيه انا نعطيك النظريه والله اعلم عاد التاويل ها وكلام النهار يفسروا الليل قلت له نستدعاك على اكسبريس بالهيل شد بها الحيل لا قال لي سامحني ماناش فرد صينية عندي جولة في الإعلام باش نفسر للشعب هالشركة الأهلية ربعين قلت له على هالمهمة الرسمية ما شاء الله على يديك عاد تتناوش الميزانية وأنا هاني صابر وبرا